في زمن تستغيث فيه الأرض بقطرات المطر، صرخة الإنسان تتكرر. مع وداع الإرث والعمق وجريان الدموع، ينقلب العالم وتستغل المناطق الخصبة لتفقد قيمتها ومركزها الاستراتيجي. تغيير المناخ يفاقم الأزمات ويهدد الهويات. بتكاتف الشعب ودعم الدولة والعالم، يمكن لشعب العراق أن يكون جزءاً من قصة تحديد مستقبله، حيث ينفضون غبار التحديات ليروا الشروق من جديد نحو مجتمع عراقي آمن، ينبذ التطرف والكراهية ويؤمن بالسلم والتعايش. اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.